cannot see a ghost until he decides. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء النور لكل المشاركين وكل المتابعين وكل المتفرجين. انا غاوي امام عاشور اهلاوي. بيعلن النادي الاهلي النهارده التعاقد رسميا مع امام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لخمس سنين. قيمه الصفقه تقدر بحوالي 3 مليون دولار. اللاعب هيتقاضى يعني سنويا يتحط كفاءه اولى في تيم النادي الاهلي، يعني بيتكلم مثلا في 12 مليون جنيه مثلا لو خلى شويه اعلانات وشويه مثلا امتيازات خاصه، مثلا بيوصل مبلغ ل 15 مليون جنيه. ولكن بيظل محمد شناوى اعلى قيمه في تيم النادي الاهلي لانه هو كابتن النادي الاهلي. لو هنيجي نتكلم على صفقه امام عاشور، في بقى صياح وطرب وفي يعني حريقه في نادي الزمالك. والحق المطاف يا عم الحاج عشان تطفي الحريقه اللي موجوده في نادي الزمالك. وخالد الغندور عمال يلطم ويصوت في قناه الزمالك، وامام عاشور امام عاشور خنا والدموع وبص الفانيلا وبص التيشيرت والشعار بتاع نادي الزمالك، وامسك يا عم القوس والسهم. الراجل كان بيدوب دباديب يدوب في نادي الزمالك، فجاه بيدينا على قفانا وبيروح نادي الميتلاند وبيروح كوبري بكده يروح النادي الاهلي. فكل الكلام ده فيه صياح وطرب وشياط في نادي الزمالك، بما لا شك يعني في ان اللاعب لاعب كويس في امكانياته كويسه، محدش يقدر يختلف عن الامكانيات الفنيه بالنسبه لامام عاشور. لعيب مميز بيعوض غياب برحيل حمدي فتحي نادي الوكره القطري. المبلغ اللي اخده النادي الاهلي من حمدي فتحي ياخد 3 مليون دولار، وفي برضه شويه امتيازات اخدها من نادي الوكره القطري بيقدر بحوالي 500 الف دولار. بياخد ال 3 مليون دولار يقوم دافعهم في امام عاشور. هنيجي نتكلم، طيب هل القصه اللي طالعه دلوقتي والناس بتتكلم فيها وهي ان مبادئ النادي الاهلي، والراجل ده طلع واتكلم على النادي الاهلي، والراجل ده طلع وشتم في النادي الاهلي وشتم صالح سليم وشتم النادي الاهلي وضرب وليد سليمان في الملعب في مباراه السوبر اللي كانت في الامارات، فانتوا ازاي كل الكلام ده تتخلوا عن كل الكلام ده؟ انتوا بس فيك، وانتوا عمالوا تقولوا مبادئ وعمالوا تقولوا كلام كده في الهوا، وفعلا ولا انتوا لا عندكم مبادئ ولا عندكم اي حاجه. لو هنيجي نتكلم على الزملكاويه اللي بيرددوا الكلام ده، هنرد عليهم بحاجه واحده بس، هو الكلام اللي طلع قاله الكابتن عادل قيه كلام محترم موزون عجبني قوي قوي لما سالوه في الموضوع ده بالنسبه للناس اللي بتخص الزملكاويه. لما قالوا الكلام ده انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا، رد عليهم رد محترم وشيك في الموضوع ده. هل انا لو ما تعاقدتش مع امام عاشور هل انت هتبطل تشتمني؟ مش هتبطل. هل انت هتبطل تقول عليا ان انا نادي مش بتاع مبادئ؟ ده انت اصلا من غير امام عاشور عمال تقول عليا ان انا نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا، وان انا مفسده، وان انا حكام، وان الدوري كله ال 43 دوري دول 43 دوري حرام، وان الاتحاد الافريقي راشي عيسى حياته ومتفق مع التحكيم في الاتحاد الافريقي، وبطولاتي كلها في افريقيا اللي انا واخدها ال 11 بطوله دول 11 بطوله دول واخدهم بالتحكيم اللي موجود في افريقيا، ومصطفى مراد فهمي. يعني انت من غير امام عاشور في قنواتك او في اعلامك الزملكاوي واخد ني غسيل ومكوى، مبهدلني كل موضوع بخش فيه بتطلع بتتكلم عليه، الخطيب والساعات ورجع الساعات يا خطيب، والفلوس اللي خدتها من تركيا يا حراميه يا نصابين يا نور، كل الكلام ده انت عمال تطلع طول عليا من غير صفقه امام عاشور ومبهدلني وسالخني. طب ما بالك بقى ان انا جبت دلوقتي امام عاشور، هل انا لو ما جبتش امام عاشور هبطل طول عليا وهتسكت؟ لا، هتفضل برضو تتمادى وتتكلم وتقول وان انا نادي وكذا وان انا نادي كذا وان انا نادي كذا. فمش يعني الموضوع بتاع امام عاشور هو اللي هيخليك تبطل ان انا تقول عليا ان انا نادي مش بتاع مبادئ ولا نادي بتاع قيم. هتفضل تتكلم وتقول عليا، هم الناس بتطلع بتتكلم سواء في قناه نادي الزمالك كغالي الغندور او احمد عيد عبد الملك او احمد المرغني او اسامه حسن او شويه وشويه ميدو، شويه الناس الاعلام بقى اللي في نادي الزمالك والناس اللي في قناه نادي الزمالك، كل الناس دي والاعلاميين اللي موجودين في قناه نادي الزمالك كل شويه بيطلعوا بيتكلموا على الاهلي وبيتكلموا على الاهلي وفيه وحصل وجرى وكاني وماني وسيدي الزلباني. فمش صفقه امام عاشور اللي هتخليك ان انت يعني ايه تبطل كلام على النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي التعاقد مع امام عاشور، صفقه ناجحه وصفقه مدويه. موضوع الحلقه النهارده عايزين نتكلم بقى على سكواد النادي الاهلي، وعايزين نتكلم على تيم النادي الاهلي وقائمه النادي الاهلي للسنه الجايه، قائمه من نار. اللي خايف من اللي هيحصل يروح. طب ايه ده بس؟ خايف روح. اللي خايف يروح. اللي يقابلني يخاف مني. تيم النادي الاهلي السنه الجايه سكواد من اقوى ما يكون.
كل الكلام ده ليه؟ عندنا السوبر ليج الافريقي الفتره اللي هتتلعب في اكتوبر لغايه نوفمبر، الاتحاد الافريقي خلاص بعد لكل الانديه الفتره دي في بطوله هتتعمل للسوبر ليج، جوائزها بتقدر ب 6 مليون دولار لصاحب المركز الاول، في 8 فرق، اكبر 8 فرق موجوده في افريقيا هتشارك في البطوله دي، زي النادي الاهلي، زي سان داونز، زي مازيمبي، زي الوداد، زي الترجي، كل الانديه دي هتشارك في البطوله دي وليها نظام وقصه هنتكلم عليها في وقتها. النادي الاهلي عايز ياخد ال 6 مليون دولار صاحب المركز الاول. في برده دوري ابطال افريقيا عندك، ادي هو 3 مليون دولار البطل في دوري ابطال افريقيا جاي لك لو انت خدت، والبطوله رقم 12 كدوري ابطال افريقيا، ادي انت يا عم مثلا دخل لك كده في 10 مليون دولار، كل ده من افريقيا، ما بالك بقى مشاركتها في كاس العالم للانديه في شهر 12 الجاي، وحلم كل جماهير نادي الاهلي، وحلم كل مجلس اداره نادي الاهلي، وحلم كولر ذات نفسه ان هو لما جاء اتغلب بالبطوله اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا واخد مركز رابع لما كان بيلعب ريال مدريد وكان لاعب فلامينجو، طلع بعد كده وخد مركز رابع في المؤتمر الصحفي، طلع وصرح وقال لك انتظرونا السنه الجايه ان احنا هنعمل حاجه كويسه في كاس العالم للانديه. الراجل حلمه مع حلم جماهير النادي الاهلي، مع حلم مجلس اداره الاهلي، خلاص عايزين بقى نوصل فاينل، حلمنا نوصل فاينل ان احنا نلعب فاينل كاس عالم الانديه، لو ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد مركز اول ولا لا، ولو ربنا ما كانش يبقى ناخد مركز تاني بقى، عايزين ناخد ميداليه فضيه، خلاص زهقنا من الميداليه البرونزيه، زهقنا المركز الرابع، فنفسنا ان احنا نوصل فاينل ان شاء الله في بطوله كاس عالم الانديه اللي هتقام شهر 12 القادم في السعوديه. سكواد النادي الاهلي وتيم النادي ده موضوع حلقه النهارده، اتفرجوا على مرسى سكر هاي في قناه فعل زر الجرس بقى اللايكات الجامده في الفيديو، الحلقه دي هتعجبكم قوي، سكواد النادي الاهلي السنه الجايه شكله هيبقى عامل ازاي. هات الكورة والتاني فما حاجة جول 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 مرة تانية يا ساتر يا ساتر يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. حتى الان رسميا النادي الاهلي تعاقد مع صفقه وحيده واعلن عنها بشكل رسمي هو امام عاشور، في مفاوضات مع ليبا تانية او في مفاوضات مع ليبا تانية، هتكلم وانا بشرح سكواد وتيم النادي الاهلي السنه الجايه مين هي اللعيبه اللي النادي الاهلي بشكل كبير هتعاقد مع السنه الجايه. خلينا نبتدي مركز حراسه المرمى. مركز حراسه المرمى النادي الاهلي شكله في السنه الجايه ان شاء الله في حراسه المرمى هيبقى فيه الشناوي حارس اساسي، هيبقى فيه المركز الثاني بقى والحارس الاحتياطي هيبقى مصطفى شوبير، هيبقى الحارس رقم 3 هو حمزه علاء. علي لطفي هيطلع يعني الى نادي زد وبشكل رسمي الراجل مخلص كل حاجه مع نادي زد، ده بالنسبه لمركز حراس المرمى. طب ليه النادي الاهلي ما يتعاقدش مع حارس مرمى تاني؟ احنا شايفين مركز حراسه المرمى يعني الراجل يانكون مدرب حراس مرمى عامل شغل حلو قوي في حراس مرمى النادي الاهلي، شفنا مصطفى شوبير يعني انت بتتكلم في لعيب عنده 20 او 21 سنه مثلا، لعيب لسه صغير، لعيب شباب بيلعب في السيمي فاينال من دوري ابطال افريقيا قدام الرجاء، بص المباراه اللي عملها وبص التالق اللي هو عامله، فانت الراجل جاي في النادي الاهلي، بصوا دلوقتي حمزه علاء مع المنتخب الاولمبي، فهتحس كده ان انت مطمن في حراس مرمى النادي الاهلي. لو مصطفى شوبير مثلا لو مثلا الشناوي غاب في اي مباراه من المباريات، لا احنا قلنا شوبير يسد، طب لو شوبير غاب قلنا لا حمزه علاء شفناه مستواه في المنتخب الاولمبي احسن حارس في البطوله بتاعت افريقيا اللي فاتت مع المنتخب الاولمبي، في اطمئنان لمركز حراسه النادي الاهلي. روحنا على حته الباك رايت في تيم النادي الاهلي، عندنا اكرم توفيق وعند لما يرجع من الاصابه باذن الله، عندنا محمد هاني، عندنا اللاعب الثالث وهو كريم فؤاد، وعندنا اللاعب الرابع وهو خالد عبد الفتاح، وخالد عبد الفتاح ممكن جوكر يلعب في حته الباك رايت او ممكن يلعب في حته المساك او الاستوبر. طب لو رحنا على قلبين دفاع النادي الاهلي، مين اللعيبه اللي هي هتخش معانا في تيم النادي الاهلي؟ عندنا في حته المساكين عندنا محمد عبد المنعم، عندنا محمود متولي، عندنا رامي ربيعه، عندنا ياسر ابراهيم، وقلنا خالد عبد الفتاح ممكن يلعب في الحته دي، وفي اعاره يعني هتتقطع من المغربي من نادي سموحه وهيرجع لتيم النادي الاهلي. طب بعض الناس بتتكلم وبتقول لك يعني لا احنا مش مطمنين على ديفنس النادي الاهلي، ديفنس النادي الاهلي مش هو الديفنس القوي اللي متعودين عليه بصلابته، احنا في كل الموسم بيخش فينا مثلا يعني هدفين ثلاثه، ولكن هرجع واقول لك ان الفتره الاخيره مارسيل كولر بدا ان هو يعلي مستوى بعض لعيبه النادي الاهلي، شفنا متولد في القايمه، شفنا رامي ربيعه، وقلنا في اخطاء برضو موجوده، عبد المنعم شويه في اخطاء موجوده، ولكن انت بتتكلم طب في الدوري المصري، طب انت رشح لي مدافع، قول لي مين مقدر ان تجيبه كتيم النادي الاهلي يبقى مدافع في ديفنس النادي الاهلي؟ في محمود مرعي لعب فيوتشر، انت عارف فيوتشر مغلبنا لغايه دلوقتي في صفقه بوب، طب انت هتيجي تقول له محمود مرعي ده حيلطم ويصوت ويديك في وشك لو قلت له مس محمود مرعي، انت في بوب مطلع عينينا. فطب انت بتتكلم مثلا في نادي بيراميدز اسامه جلال، اسامه جلال برضو بيراميدز نفس القصه، انت ابراهيم عادل بتقول له بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك يا باشا توتو على كبوته 100 مليون جنيه ما تتكلمش معايا،
جيت كلمته، طب اسامه جلال؟ قال لك يا باشا اسامه جلال 60 مليون جنيه، ارقام فلكيه اللي هو ارقام تعجيزيه، اللي هو الراجل بيقول لك بيطفشك كده من قبل ما تخش في الصفقه. طب انت هتخش في مين؟ دي افضل سنتر باكات موجوده حاليا في مصر، كذلك حجازي موجود في اتحاد جده، اتحاد جده يعتبر هو كابتن اتحاد جده، فانت هتجيبه من هناك مبلغ كبير لاتحاد جده هتدفعه، وراجل صليبي لنهايه الموسم، وكذلك برضو اسامه جلال صليبي نهايه الموسم، فانت صعب صعب ان انت تجيب سنتر باكات في الوقت الحالي، او في الظروف مش مساعد للنادي الاهلي ان انت تجيب سنتر باك. ممكن لو عقد من العقود اللعيبه دي مثلا انا بتكلم عليها دي خلصت، ممكن النادي الاهلي يخش ان هو يتفاوض مع راجل يجي فري ويلعب للنادي الاهلي، ولكن حاليا عشان اخش اتفاوض مع فيوتشر او اتفاوض مع بيراميدز او اتفاوض مثلا مع اتحاد جده عشان اجيب سنتر باك الموضوع صعب. فمارسيل كولر فضل ان هو يمشي الحال كده بلغه الكوره، انا اقدر ان انا اطور من السنتر باكات بتاعتي، اصلح من اخطائهم، وشفنا لغايه بقى نهايه بطوله الدوري او حتى في دوري ابطال افريقيا بدات الدنيا تقل. اخطاء موجوده وهتظل موجوده، ولكن عايزين نقلل الاخطاء الدفاعيه، وده الشغل الشاغل بالنسبه لمحللين الاداء بالنسبه لتيم النادي الاهلي ومدرب ومساعد في تيم النادي الاهلي ومع المدير الفني لتيم النادي الاهلي هو مارسيل كولر. لو رحنا على حته الباك ليفت عندنا لعيبه، في حته الباك ليفت عندنا هيلعب بقى علي معلول، عندنا محمد شكري من اعاره هيجي يرجع من سيراميكا كليوباترا ويلعب في تيم النادي الاهلي، وعندنا كريم الدبيس من الشباب، وعندنا محمد اشرف. كل اللعيبه دي اعتقد في واحد هيطلع، يعني من بين محمد اشرف وكريم الدبيس كاعاره ما اعتقدش النادي الاهلي هيخلي كل اللعيبه دي في مركز الباك ليفت، لا معلول موجود، عندنا مثلا بديله هيبقى محمد شكري، وفي لعيب ثالث هيبقى موجود يا كريم الدبيس يا محمد اشرف، والارجح بنسبه كبيره ان محمد اشرف هو اللي يكمل وتحصل اعاره لكريم الدبيس، او مثلا كل رؤيته فنيا نهايه الموسم انه يطلع محمد اشرف عاره ويخلي كريم الدبيس. ده مركز الدفاع بالنسبه لتيم النادي الاهلي. عندنا نص الملعب حدث بقى ولا حرك، في قوه ضربه في نص ملعب تيم النادي الاهلي، عندنا رقم 6 موجود موران عطيه، موجود بديله كوكا، عندنا في 2 8 قدام عندك ديونج، عندك قفشه، عندك موجود امام عاشور اللي انت تعاقدت معاه دلوقتي، عندك في نيدفيد جاي لك من اعاره، عندك موجود السوليه، وعندك موجود محمد فخري. محمد فخري بنسبه كبيره طبعا، وبالنسبه للنادي الاهلي وموضوع نيدفيد في اتنين في كلام عليهم، نيدفيد وبالنسبه لمحمد فخري. طبعا في كلام كتير في جوه النادي دلوقتي ان محمد رضا بوبو هيجي تيم النادي الاهلي، وفي كلام بنسبه 50% او تتخطى 50% ان خلاص يعني في رطوش اخيرا الراجل مصمم عليه، الراجل يعني مستوى متكولر قال له بوبو، يعني هو ده بالنسبه لي مع امام عاشور هيخلوا نص ملعب النادي الاهلي في حته تانية، واحنا بنتفق مع رؤية الفنيه لمارسيل كولر فعلا لو امام عاشور وبوبو جم النادي الاهلي هيخلوا نص ملعب النادي الاهلي في حته تانية خالص. فبنسبه كبيره لو الصفقه تمت باذن الله بوبو هيبقى موجود في نص ملعب النادي الاهلي، ونيدفيد اعتقد بنسبه كبيره هيتساب لنادي فيوتشر، وفخري اعتقد برده بنسبه كبيره هيطلع اعاره. فبنسبه كبيره تيم النادي الاهلي نص ملعب النادي الاهلي بتتكلم في مروان عطيه، في كوكا، في ديونج، في محمد رضا بوبو، في امام عاشور، في السوليه، في قفشه، دول يقدروا بنسبه كبيره يشيلوا نص ملعب النادي الاهلي. طب القندوسي، القندوسي راح فين؟ هشرح الكلام على القندوسي ايه كمان شويه. طب لو رحنا على الخط الامامي بالنسبه لتيم النادي الاهلي، عندنا بالنسبه لمركز المهاجم لتيم النادي الاهلي، النادي الاهلي في كلام دلوقتي ان صلاح محسن كولر قال لا انا عايز الواد ده فيه ايه، الواد ده ماله؟ صلاح محسن يعتبر من احسن المواهب اللي موجوده حاليا في مصر، النادي الاهلي دفع فيه النادي الانبي ما يقدر ب 40 مليون جنيه، جبناه لعب عندنا موسم الى حد ما حبه فوق حبه تحت، اصابات كتيره، فجاه طلعناه اعاره وديناه سيراميكا كليوباترا. فكولر معجب جدا بصلاح محسن، قالك سترايكر سريع موهبه بيلعب برجلين الاثنين يمين وشمال، بيلعب براسه بشكل مميز، بيتحرك بشكل مميز. طب ايه اللي معطل صلاح محسن؟ فده الكلام اللي كولر داخل مع نفسه تشالنج ان هو عايز اللعيب ده، انا هطور لكم اللعيب ده وهخليكم اللعيب ده حته تانية في حته الاسترايكرز ومركز هجومي النادي الاهلي، ودي حاجه حلوه بالنسبه لمارسيل كولر ان هو بيطور اداء اللعيبه. شفنا كل لعيبه النادي الاهلي، لعيبه اصلا كانت ميته، هتبص دلوقتي حسين الشحات فين؟ بص بيرسي تاو فين؟ بص كوكا حتى في نص الملعب، بص القفشه، بص للسوليه، بص لرامي ربيعه، بص المتولي، في لعيبه كتير كانت بعيده عن تيم النادي الاهلي. بص لابرزهم طبعا يعني الرقم واحد ان مستواه يعني كان في حته بقى في حته ثانيه، محمد هاني، محمد هاني ده لما كنت بتفرج على تيم النادي الاهلي وانا بشوفه يعني كنت بصراحه واحد كان بيغلط في انه بتفرج في التلفزيون عليه، يعني بغلط يعني بالشتيمة على محمد هاني لما كنت بتفرج عليه، لان فعلا كان مستواه سيء جدا. بص دلوقتي محمد هاني يعني كل التحيه والشكر والتقدير والاحترام، هو ده الاداء، هو ده المستوى.
فدي حاجه تحسب للمدير الفني مارسيل كولر ان هو بيطور من لعيبه النادي الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، في طبعا هيبقى موجود كهربا، في هيبقى موجود محمد شريف، دول ثلاث مهاجمين هيبقى موجودين في تيم النادي الاهلي. خلاص طلع شادي حسين من عندنا، تخلصنا برده من بادجي، تخلصنا برده من ويلتر بواليا، كل الكلام ده تخلصنا من كل الاجانب دول، الاسلحه الفاسده اللي كانت موجوده عندنا. بنحاول احنا ننظف قائمه النادي الاهلي تبقى قائمه قويه، تبقى لعيبه قويه موجوده في الخط الامامي تيم النادي الاهلي. قلنا ثلاثه مصريين، قلنا شريف، قلنا كهربا، قلنا صلاح محسن. في مهاجم جاي ليه اجنبي لتيم النادي الاهلي، المهاجم الاجنبي لتيم النادي الاهلي بنسبه يعني زي ما قلنا 90% او 100% النادي الاهلي مخلص مع سوزا، المهاجم البرازيلي اللاعب هيونداي الكوري، والراجل متفقين مع النادي الكوري اللي هياخد حوالي 750,000 دولار، سوزا ذات نفسه متفقين مع عقد ومع وكيل انه هياخد في الموسم حوالي 900,000 دولار، ولكن يعني هو مش هو المهاجم رقم واحد بالنسبه لتيم النادي الاهلي واللي بيحبه وبيفضله مارسيل كولر. مارسيل كولر حاطط بالنسبه له رقم واحد موليكا، عايز موليكا باي شكل مشكل. ولكن قصه موليكا قصه صعبه جدا، انت بتتكلم شهر واحد اللي فات واحنا عمالين نتفاوض مع نادي بشكتاش التركي، وايميلات رايحه وفاكسات جايه، وامير توفيق رايح وامير توفيق جاي، وخالد مرتجي رايح وخالد مرتجي جاي، قصه يعني صعبه جدا. من 7 مليون دولار عمالين نقللهم، طب 5، طب 6، طب 4، طب 3.5، قصه مستحيله. واعتقد ان النادي الاهلي قفل باب موليكا، خلاص مفيش موليكا يجي تيم النادي الاهلي. فطبعا ان مارسيل كولر مترشحين فيه اتنين اجانب تانيين يجوا تيم النادي الاهلي، مش هو زي ما قلت سوزا هو المهاجم رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد هو مهاجم رقم اتنين او تلاته، في واحد او اتنين قبل سوزا. فالنادي بيحب انه يخلص كل حاجه مع النادي ويخلص كل حاجه مع اللعيب، وبيخلي الديل يبقى في الوقت الاخير في حاله مثلا ان هو فشلت المفاوضات مع رقم واحد ورقم اتنين بيروح لرقم تلاته، او هو مثلا لو رقم اتنين لو فشلت الدنيا مع رقم واحد بيروح للرقم اتنين. مين هم الاجانب التامين النادي الاهلي مترشحين؟ في لعيبه كتيره، ولكن النادي الاهلي دايما عارفين في حته الاجانب دي في يعني غموض شويه، ما بتديتش الاسم ينور ولا يلمع الا لما تسمع في الرتوش التفاصيل الاخيره من التعاقد، ولكن في بدايه التعاقد صعب ان انت تاخد اسم الاجنبي النادي الاهلي بيتفاوض عليه. ولكن بنسبه كبيره في مهاجم اجنبي قادم بقوه هيبقى موجود كسترايكرز النادي الاهلي. لو رحنا على الخط النائب او الجناح الايمن لتيم النادي الاهلي عندنا الاساس هيبقى بيرسي تاو، وعندنا كريستو موجود، وكريستو هيتقيد تحت السن، عندنا في طاهر محمد طاهر موجود في الحته دي، ناحيه الشمال عندنا موجود حسين الشحات، في احمد عبد القادر، والجناح اجنبي هيجي على حساب احمد القندوسي. طبعا في كلام طالع من جوه النادي الاهلي او النادي الاهلي بالفعل بنسبه 60% او 80% بيتفاوض مع نادي الجيش الملكي، عايز يجيب لاعب الجناح رضا سليم، لاعب جناح نادي الجيش الملكي يعتبر احسن لعيب في الكره المغربيه في الوقت الحالي، وقاد فريق الجيش الملكي ان هو يفوز بالدوري المغربي، وانت بتلعب في الدوري المغربي معاك مين؟ معاك الرجاء المغربي ومعاك الوداد المغربي. فبنسبه كبيره رضا سليم مرشح بقوه، كولر معجب بيه، كولر عايز جناح، كولر عايز الخط الامامي، النادي الاهلي عايز يبقى جانب، عايز يبقى رضا سليم، عايز يبقى سترايكرز اجنبي، عايز يبقى بيرسي تاو، دول اللي يقودوا تيم النادي الاهلي في السيزون القادم. وده الكلام ده اللي بيتفرج عليا بقى من زمان، اللي بيتابعني بقى والناس اللي عايشه معايا وبتتفرج عليا من زمان، من سنتين ثلاثه انا قلت الكلام ده، النادي الاهلي عايز الخط الامامي الثلاثه اللي بيكونوا مين قدام؟ ثلاثه اجانب. النادي الاهلي لازم يغير من طريقه لعبه، بدل ما تلعب ب 4-2-3-1 وبتعتمد على بلاي ميكر قفشه اللي ممكن انت بتعتمد ان هو يبقى مزاجنجي حبه فوق حبه تحت، لا ما انا غير الطريقه والعب 4-3-3 والعب ب 2-8. ده اللي خلى النادي الاهلي يتفوق في الفتره الاخيره، كولر مدرب محترم محترم محترم، قاري تيم النادي الاهلي، فاهم سكواد النادي الاهلي، ده اللي ان شاء الله هيخلي النادي الاهلي شكله يبقى احسن واحسن، وتخلي كره النادي الاهلي مع الراجل ده محترمه جدا جدا جدا، وان شاء الله هنعمل سيزون قوي جدا السيزون الجاي. زي ما اتكلمت وقلت رضا سليم هيبقى موجود في النادي الاهلي بنسبه زي ما قلت 70-80% مكان القندوسي، ويبقى انت كده بتتكلم كده الاجانب اللي عندك هيبقى خمس اجانب، عندك علي معلول، عندك نص ملعب ايلي جونج، عندك بيرسي تاو، عندك لاستاريكاز الاجنبي، وعندك رضا سليم. طب كريستو ايه موضوع كريستو ده؟ كريستو هيروح فين؟ كريستو اتحاد الكوره سمح لنا ان احنا نقيد اتنين تحت السن، يعني انت اصلا ليك مكان واحد كمان ان انت ممكن تجيبه، ولكن الفضل النادي الاهلي ان هو بس يجيب كريستو موهبه كويسه، ولكن في الملعب بقى انت وبتلعب لا لازم الخمسه بس يكونوا موجودين. ما ينفعش ان انت تشارك مثلا بست لعيبه اجانب في الملعب، لا يعني ما ينفعش ان انت كريستو تحطه مع الخمسه دول، لا لازم يبقى الخمسه بس هم اللي موجودين في الملعب.
لو طلعت مثلا واحد ونزلت واحد اتس اوكي، ولكن الخمسه موجودين في الملعب. ولكن حاجه كويسه ان سكواد النادي الاهلي يبقى الخمس اجانب انت مستغلهم في اماكن كتيره في الملعب، ده بالنسبه لي حته الهوف ليفت في النادي الاهلي. يبقى احنا كده اتكلمنا لسكواد النادي الاهلي من اول مركز حراسه المرمى لغايه مركز المهاجم، ده شكل بنسبه يعني 95% أو 99% لو ما كنتش مثلا نسيت اي لعيب او نسيت اي حد، دي الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. يبقى احنا كده بنتكلم في الصفقات الجديده للنادي الاهلي. عندنا امام عاشور اول صفقه بنسبه كبيره، محمد رضا بوبو، عندنا لعيب اجنبي هيبقى موجود كسترايكرز، عندنا لعيب جناح هيبقى موجود كوينج ليفت كرضا سليم. يبقى النادي الاهلي هيخش السيزون الجاي مع اربع لعيبه، مع عوده المعارين بقى عندك شكري هيرجع، عندك مغربي هيرجع، عندك صلاح محسن هيرجع، انت بتتكلم في سبع لعيبه هيبقوا جداد في تيم وسكواد النادي الاهلي. كده انت بتتكلم في تيم تاني بقى، يعني انت بتخيل غير التيم الاساسي اللي موجود عندك، لا عندك تيم تاني موجود في تيم النادي الاهلي، تيم قوي تقدر انت تعتمد عليه يشيل انسان النادي الاهلي السنه الجايه. اعتقد لا ان شاء الله باذن الله هنتفرج على كرة حلوة، كرة ممتعة، ان شاء الله ربنا وفقنا في كل البطولات اللي هنشارك فيها السنة الجاية ان شاء الله ونعمل حاجة كويسة. وبالنسبة لي بطولة السوبر ليج اتمنى ان احنا نفوز بيها، دورة ابطال افريقيا اتمنى ان احنا نفوز بيها ونعمل حاجة مشرفة في كأس العالم للأندية. في اخر الحالة كل الشكر طبعا لكابتن النادي الاهلي ايمن اشرف، الراجل طلع اعارة خلاص وعملنا له زي حفلة كده صغيرة، والراجل يعني هيروح نادي البنك الاهلي. تخلصنا من كل الاسلحة الفاسدة اللي موجودة بالنسبة للاجانب، برونو سافيو طلع، سوني فسخنا العقد معاه وهيروح سيمبا التنزاني، كذلك برضو باجي يعني في الدوري الفرنسي ونادي بورتو، وخدنا قيمه التعاقد وخلصنا الدنيا كلها. تخلصنا من بولتر بولي وفسخنا برضو العقد معاه بنسبه كبيره، هيروح نادي الجونه الصاعد حديثا للدوري المصري. دي كل اخبار تيم النادي الاهلي، وده شكل سكواد وتيم النادي الاهلي في السنه الجايه. بس ده كان نهايه الحلقه، كان معكم كابتن احمد السيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.